صباح الخير الا فاطمه. نعم اختي، صباح صباح الخير. الخير، اهلا وسهلا، مرحبا، الله هاني يبارك فيك. الحمد الحمد لله. لله اختي، ناتك واحد البستيله خفيفه، اها ستيلا، شباك بستيله هاد السيمانه. مرحبا. ناخذ الورقه تكون كبيره، ورقه تكون كبيره، ايه ناخذ بصله كبيره مش شلده ولا تال جوج، يعني البصله ما كتخسرش لوكو. بصله كبيره وناخذ ولا واحد جوج، الكميه ديال الصدر ديال الدجاج، ولا بيبي اللي كيعجبو ديال صدر تقريبا. نديرو الدجاج حنا واحد 300 غرام باش نسهل على السيدات، 300 غرام، اييه وندير واحد 200 غرام فرماج محكوك، 200 غرام فرماج محكوك، وجوج معالق كبار ديال المطارد عادي، جوج معالق كبار كبار عامرين بزاف كبار، كبيرين. اييه نجبدو ديك يديروا كبار حتى ثلاثة على حسابي مليحة. مطارد، اها عادي. السيدات يديروا بحساب الملح، نعم هادشي اللي كنت نقول لك، الفرماج يديروا كل شيء والمطارد. بلا ملح. انا كندير كل شيء حتى الاخر، عاد كندوق عاد كنزيد الملح. عرفتي علاش؟ لان عندنا الفرماج وعندنا المطارد وكل شيء مالح، نتابعو. الزيت البلدي مالح، كل شيء، البيشاميل مالح، كل شيء مالح. الزيت البلديه، نديروا بزيره، بزار، الربيع، واحد الربيع، الحفينه، زويته بلديه، حفينه، شويه البيشاميل. بلاتي بلاتي لاله فاطمه، زويته بلديه، شويه البيشاميل، صافي صافي. كنرقدوا هاد، ندير وعيني بسرعه نعاود بالمقادير دغيا بسرعه، نقول الطريقه ونعاود لك المقادير. يلاه مرحبا. كنقبطوا اختي هذوك 300 غرام ديال الدجاج، كنرقدوا في هذيك العطريه اللي قلنا، في المطاد المليحه، البزار، الربيع، الزيت البلديه، ونصوطيه في مقله، ما نخليوش الدجاج يبس، خصو يبقى رطب. نعم، صافي. كنفرشوا الورقه وكندهنوا، ندهنوها ونديروا الدجاج ونديروا عليه شويه ديال الفرماج ونديروا البيشاميل ونغطيوها وندخلوها الفران. يعني ساهله، ما كتطلبش، ماشي غير ساهله، هذه ما فيهاش حتى المقادير كثيره وغادي تجي بنينه ان شاء الله. نجربوها السيدات يديروها في بساتات صغيورين، في سيجار، في بريوات، يعني في حال شكل ترغيفات، أيه. بعد اللي ما كيعرفوش يجمعوا اختي.